السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة بيت ستريت، لعبة قتال الشوارع. نختار المرحلة الثانية، نختار وضعية اللعبة اللي هو بلاي. نبدأ الان التعارك ضد الاشرار في الشارع. قتال الشوارع، نهاجم الفئرة مرة اخرى. الان اصبح صاح، انا مستوى ثاني، هم ايضا مستوى ثاني. نهاجم ايضا، نحصل بعض العملات النقدية. نهاجم مرة اخرى، نهاجم مرة اخرى اصدقائنا على الفئران الجرزان صاحبة المستوى الثاني. نقضي عليهم، نحصل على بعض العملات النقدية ايضا. نستمر بالتقدم، نحصل على عملات نقدية ايضا. لا، حصلنا على عصا الان، عصا بسبول. نهاجم بهم الجرزان، حسنا نهاجم الجرزان هذا المزعجة صاحبة المستوى الثاني. حسنا بعصاية البسبول ما زالت معنا. نستمر بالهجوم، حسنا قضينا على الكثير منهم. نستمر بالتقدم أصدقائي، هو يوجد الكثير منهم. حسنا نهاجم المزيد والمزيد أيضا، نحصل على بعض العملات النقدية. نستمر بالهجوم على الجرزان مرة أخرى، نقضي عليهم جميعا أصدقائي. نحصل على بعض العملات النقدية أيضا. حسنا نستخدم الهجمة الخاصة من لاعبنا أصدقائي، الهجوم الخاص قوي جدا. قضينا على أحدهم بسهولة شديدة. حسنا نتقدم الآن، يظهر لنا الأعداء. الآن يبدو الزعيم ظهر لنا أيضا. حسنا نقضي على أتباعه، نستمر بلكمات قوية جدا على أتباع. حسنا نهجم مرة أخرى، قضينا على أتباع الأول. حسنا نهاجم هذا التابع، نهاجم الآن الزعيم صاحب المستوى الثاني أيضا. طلبنا جدا من قضاء زعيمهم أيضا، يشبه الكوالا، وحش الكوالا. نستمر بالهجوم، طلبنا جدا من قضاء عليه أصدقائي. وأخيرا قضينا على زعيمهم، نحصل على بعض العناصر الجديدة أيضا، بعض الجوائز 25 جوهرة خضراء وبعض النقود ونجمة أيضا صفراء ضخمة. حسنا نختار متابعة أصدقائنا، نختار أحد الهدايا هنا، نحصل على مفتاح. نضغط على الصندوق، نختار الصندوق هنا، نفتح الصندوق، نحصل على أرواح جديدة، نرفع مستوانا أيضا، الكثير والقبعة والكثير من العناصر أيضا. نختار تحصيل العناصر، نعود إلى القائمة الرئيسية، نختار الفتاة، نختار الولد هنا، نختار رفع المستوى. نحتاج إلى مزيد من المجوهرات حتى نستطيع رفع المستوى. حسنا نعود إلى الخلف، ليس لدينا نقاط كافية، مجوهرات كافية. حسنا نحاول رفع المستوى مرة أخرى. حسنا أصبح مستوى الفتاة لمستوى 3، مستوى الثالث. نحتاج إيفولف وليس لدينا المجوهرات الكافية. حسنا نعود إلى الخلف، نختار على الفي اي بي هنا، نعود إلى الخلف، يظهر لنا إعلان، نختار عودة للعبة. حسنا فتحوا لنا المرحلة الثالثة. حسنا أصدقائي، هنا سأقوم بإنهاء الحلقة من لعبة قتال الشوارع. نراكم في الحلقة القادمة.